ها قد حان الوقت لينكشف عار المختبئين تحت رداء السلطة ولتتضح دسائسهم. يأتيكم فيصل النجداوي ليعلن نهاية عقود من الفساد ويأخذ رؤية الإصلاح بين يديه بقرار حازم وجريء عنوانه: المكاشفة والمحاسبة واجب وطني. قد تسأل نفسك: ما الذي يملكه النجداوي ليكون أهلا لهذا المنصب؟ يملك النجداوي لسانا حادا وعقلا سياسيا فذا، ويملك خبرة تزيد عن 20 عاما في الاستشارات المالية والضريبية، فهو ابن هذا البلد. ولد فيصل النجداوي عام 1976 ميلادية، حصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة دمشق. عمل النجداوي مستشارا ضريبيا ومحللا ماليا ومتخصصا بدراسات الجدوى الاقتصادية، وهو عضو مجلس إدارة جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات وأمين سر الجمعية. عمل شريكا مؤسسا ومديرا عام في كبرى الشركات العالمية في مجال التدقيق والاستشارات المالية والضريبية في الوطن العربي. إنه هاو في لعب كرة القدم، ولكنه يسعى لاحتراف ملاعب أخرى كملعب السياسة، فهو ليس كالبقية بل ربما أخطرهم. كشف النجداوي الكثير من قضايا الفساد والتهربات الضريبية، وعندها اتخذ قرار الترشح للانتخابات البرلمانية عام 2020 ليضع جل اهتمامه للتغيير والتركيز على الطاقات الشبابية والنهوض بها. ولم يأبه فيصل من مواجهة الحكومة، فيقول كلامه وانتقاداته بكل جرأة إلى أن تصل وسط شباك مرماهم، كما انتقد بشراسة قرارات الحكومة في محاولة المساس والاستدانة من مدخرات العاملين في الضمان الاجتماعي، كما أن لديه حلماً يسعى إليه ليظهر فيه خبرته الاقتصادية وحنكته السياسية من خلال تبني مشروع تشريعي وطني يواكب التطورات ويعمل على وضع كافة التشريعات الناظمة للحياة الاقتصادية. فهو الذي يردد دائماً: وطن أثقلناه خيبات يحق له أن يشبعنا وجعاً. عقد النجداوي الهمة، فبدلاً من انتقاد السياسات علينا القيام بتفعيلها، ولكن هذا لن يحدث إلا في حالة واحدة فقط: إذا هاجمنا المنافقين وأخرسناهم. إذن فالمسألة ليست مقعداً في البرلمان، بل إنها حس وطني لا يحتاج منا سوى الأمانة. فمن أجل وطن حر ليكن صوتك مدوياً بالحق، وتذكر: لن نبني وطناً عظيماً إذا لم نكبح هؤلاء المارقين على هامش الوطن. فلكل نشمي ونشمية في محافظة البلقاء صوتك أمانة، فصوت لمن يستحق.